Alhamdulillah, Alhamdulillah, Rafi' al-Midarajat, والمفضل ذوي العلم في الحياة والممات والصلاة والسلام على خير من علم وهدى وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته وبهديه اهتدى أما بعد فاتقوا الله في السراء والضراء والعلانة والخفاء أيها الأحبة الكرام لقد أمر الله عز وجل بالعلم وعث عليه وفضل العالم والمتعلم على غيرهما قال سبحانه هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب إنه ميراث النبوة كما قال تعالى وورث سليمان داود طلب العلم شرف وثمراته معجلة وسلوك طريقه تسهيل لطريق الجنة والملائكة بأجنحتها تحف مجالس أهله يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله بطريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذه بحظ وافر رواه الترمذي إنه الخير الذي لا ينقطع يعلو به صاحبه في الحياة وينال منه الأجر بعد الممات يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له يقول سفيان بن عيينة من طلب العلم فقد بايع الله عز وجل ومن ورث علم الكتاب والسنة فقد اصطفى يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله بخير يفقه في الدين العلماء وارثوا علم الرسالة بهم قام الكتاب وبه قاموا هم النجوم بهم يهتدى واقتدى وهم مثال الاستقامة بالعلم عاملون ومع الحق سائرون يهدون بالحق وبه يعدلون وهم أهل خشيته قال تعالى إنما يخشى الله من عباد العلماء أيها الأحبة الكرام إن مصيبتنا فادحة في فقد والدنا عالم الأمة هذا الشيخ الإسلام مجدد الزمان محبوب الأنام إمام المخلصين نبذة العارفين سيد المحدثين أستاذ العلماء مرشدنا ومربينا ووالدنا ومولانا يوسف مطارة الشيخ الأجل لهذا البلاد رحمه الله رحمة واسعة ونور مرقده وبرد مرجعه وعلى مراتبه لقد كان قودا شامخا في العلم والزهد والتقى وحب الخير للآخرين لو في ميدان من ميادين العلم والعمل الصالح يد تذكر فتشكر سائرا على نهج الأكابر والسلف الصالحين الذين جاهدوا في الله حق جهاده وورثوا علم النبوة وتحملوا الأمانة ونذروا أنفسهم لنشر دين الإسلام وتعليمه والدعوة إليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لقد كان رحمه الله إماما في الدين حريصا على اتباع السنة محبا للخير باذلا له قضى حياته في العلم وتعليمه والدعوة إلى الله والنصح للمسلمين جعل الله فردوس الأعلى مستقره وحفظ جميع جامعاته ومدارسه وطلابه وأهله وأبنائه كان شيخنا مستشار كبار العلماء الفضلاء ما كان ينظر إليه أحد إلا أحبه كان رحمه الله متمثلا لما روي في الآثار أن من خير الناس من إذا رأيته ذكرك الله ما كان يتكلم من غير حاجة قدت وكان يحث الناس على الصمت من كلام غير ضروري وعلى كثرة تلاوة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والعمل لما بعد الموت جعل الله روضه روضة من رياض الجنة وحشرنا في زمرته تحت لوائه اللهم أجرنا في مصيبتنا اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده أيها الأحبة الكرام وسيبقى الخير بإذن الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم والحجة قائمة على الناس بحياة العلماء والدعاة والمصلحين وفقدهم من أعظم المصاهب على الأمة فاسلكوا ما سلكه العلماء العاملون بالتقرب إلى الله بالعلم والعمل الصالح واغتنموا حياتكم قبل انتهائها وأعماركم قبل انقضائها ونعمكم قبل زوالها وعافيتكم قبل تحولها فالحياة لحظات محدودة والأنفاس معدودة والأحياء فيها يمضون اللحظات إلى أجل مسمى وهكذا تفنى الأيام وهكذا تقضى الأيام وتفنى الأعمار وينتقل العمار من هذه الدار إلى دار القرار فإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه وهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب بارك الله لنا ولكم في القرآن والسنة ونفعنا وإياكم لما فيه من الآيات وذكر الحكيم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم